حبيت أخوتي إنه نسمع هيك تغيير من أجل نتنشط شوي. طلبت من الأخ سامر اللي هو المنعم بيعطينا الكلمة اليوم بهالبايبل ستدي. سو كلنا بنعرفه بين عن تعريف هو مرشد روحي لو كان جاي كنا نسميه أبونا. بس هو أوريدي منصوب بمسحك عند دار الخدمة عظيمة. له أثر كبير بحياة الكثيرين بحياتي أنا شخصياً وابن يعني مبارك للكنيسة. فرح بطلب من سامر الشيء ويكون معاً بقدم لنا الكلمة اليوم. رح استعمل نفس أسلوب أبونا ما محضر. بس ناخذ لحظة صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم قدس الله الواحد امين. يا ابانا الصالح المبارك نباركك ونشكرك يا رب. ناتي ولنا ثقه انه اذا اجتمعنا اثنان او ثلاث هناك تكون في الوسط. واثقين يا رب انه انت الذي تملا المكان بحضورك وتعطي نعم يا رب كلمه عند افتتاح الفم. نعم يا رب احنا لا نريد كلمه جديده بقدر انه كلمه تاتي وتنخص في الداخل يا رب. نتغير نعم يا رب ننظر بمرآة ونتغير مشابهين ذاك القدوس وحدك يا يسوع. نعم يا رب تعال وغيرنا بالكامل انخص في قلوبنا يا رب حتى نرى ماذا تريدنا أن نفعل. لأنه عبيدك يا رب سمعنا كثير لكن الآن أتى الوقت يا رب أنه نأتي ونتغير. تعال وغير من الداخل إلى الخارج واعلن بمجدك وسلطانك على هذا المكان باسم يسوع الغالي أصلي أمين. هو مو موضوع كبير بقدر أنه دائما من أبونا يحطني بهالشكل موقف وأقول له زين إيش راح أحكي؟ يقول لي أحكي على الإيمان على أساس يعني الموضوع سهل فيعني تدبر الإيمان. فكان الموضوع مع اليوث بالوركشوب كان الليتل فيث الإيمان الصغير اللي يحكي علينا والكل بدنا نعرف أنه إيمان الخردل بذرة الخردل. فصفنته انه هالموضوع يرهم لو ما يرهم اكرر لانه نتعلم بالتكرار. بس شفته it's not suitable it's actually قلتوا انه يكون الموضوع على غير طرح للايمان. ليتلي احنا الكل مثقلين بموضوع عظيم هو انه نؤمن بامر غير موجود. تعريف الايمان بحسب الكتاب المقدس اكثر ايه أنا يعني أعزة وآية عظيمة لشرح الإيمان هي من رسالة إلى العبرانيين إصحاح 11. إصحاح 11 هو الإصحاح الذهبي للمؤمنين للإيمان. هاي احفظوا العبرانيين 11 هو عبارة عن التاريخ الذهبي للإيمان. فيحكي عن رجال الإيمان وعدنا سيريز كاملة. أبونا أخذ سيريز كاملة إنه الأشخاص الموجودين في عبرانيين 11 وقفنا أزستيشن لكل شخص وتكلم عليه وعطات أبونا. أول آية أصولا تحفظ هالآية عبرانيين 11:1. إذا نفتح الأناجيل أكو أناجيل موجودة يعني بالكورنر. عبرانيين 11:1 أهم آية لتعريف الإيمان في عبرانيين 11 يقول وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني بسيطة الكلمة إنه إذا قد تشوف شيء هذا مو إيمان. إذا قد تشوف شيء أمامك ويتحقق هذا مو إيمان. الإيمان هو تنظر في الشيء ما موجود وتؤمن ويصير هذا الإيمان. يحكي بهالإصحاح على عمالقة الإيمان يبلش إبراهيم ويستمر بأشخاص معينين عمالقة الإيمان. هذا الإصحاح. فإذا نقف إنه هذا هو تعريف الإيمان. يعني إيماننا الشخصي هو إنه ثقة بأمور لا ترى وإيقان عندنا ثقة إنه ستتحقق
وقال لي اكو مشكلة الصلاة إذا مو مفهمة بهالأسلوب اكو مشكلة بالصلاة. اوكي هاي دائما نخليها ببالنا. هاي الآية الأولى لاحظ فرد نفس العبرانيين إلى نهاية الإصحاح شو يقول؟ يحكي على عمالقة الإيمان ومعدين يحكي على الذين الآية 33 الذين بالإيمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا أفواه أسود طفأوا قوة النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا أشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء ويكمل قيحكي على عينات من ناس اللي كانوا في إيمان ما يجيب أسامي بقدر ما يحط إنه it's open بالبداية كان قيحكي على أسامي معينة إبراهيم موسى يحكي على نوح يحكي على أخنوخ يحكي على الأسامي العمالقة الإيمان هون ينتج جنرال أكو ناس المخفيين اللي هم بعد لو كتبنا كان ما لو كتبوا كل أساميهم كانت it doesn't fit من الأسامي اللي أريد أحكي هاليوم على شخص على كتاب كثير عزيز وأعتقد مهم فينا في حياتنا ككنيسة كتاب شخص عظيم هو نحمية فأي شفتت أنه كنت كان يعني ببالي كوم أمور وجاء اسم نحمية في بالي نحمية شخص يمكن ما مذكور في عمالقة الإيمان بس شخص وقف وعمل شيء حدي في وقت كان محتاجين لهالشكل شخص لعمل بناء عظيم في حقل الرب نحمية اللي يقرأ بالعهد القديم نحمية إصحاح قصدي كتاب موجود قبل المزامير قبل المزامير أكو أيوب قبل أيوب نحمية اللي يعرف من صار السبي والرب سمح بالسبي لشعب إسرائيل السبي صار رجعوا شعب إسرائيل على ثلاث مراحل إلى أورشليم لأنه سبوهم الكلدانيين وأخذوهم إلى أرض بابل الشعب بقوا بالسبي وثلاث مراحل رجعوا المرحلة الأولى في وقت زربابل حوالي 530 قبل الميلاد معدين عزرا حوالي 400 وكسور نحمية ثالث وجبة اللي رجعت ورجع معاه شعب إلى أورشليم نحمية as a position كمكانة لإله نحمية شخصية مميزة كان شغله الساقم الملك يعني as a position very high class high quality high class قيخدم الملك زين قيخدم الملك وعايش عيشة مرتاحة يعني ما مجبور إنه يسوي فد شيء خارج هالراحة لغاية ما سمع أخبار أورشليم من ناس وطنت عنده براسه وقال سمعت أخبار أورشليم اللي تبكي فلازم فيقول بالإصحاح الأول إصحاح عظيم على صلاة نحمية اللي يريد يقراها يقول فجلست وصليت وبكيت ونحت أياما وقرر أنه يرجع إلى أورشليم حتى يبني الأسوار ليش أنا يعني مثقل بهالأمر كمجموعة صغيرة أو مجموعة صلاة أو مجموعة أكبر البايبل ستدي أو مجموعة الكنيسة وإحنا كنسير في مراحل عمل لبناء أوكي أكو أسلوب إيمان وأكو أسلوب أوكي مجابهات اللي حنشوفها في حياتنا مو مسير الإيمان يخلو من مشاكل إذا قد سير بالإيمان وما عندك مشاكل أكو مشكلة بحياتك أكو مشكلة بإيمانك إذا قد سير بالإيمان وكل الأمور في حياتك عسل دوس ستوب وشوف إنه أنت صدق قد سير بالإيمان لو قد تمشي العالم نحمية رجع حتى يبني الأسوار شو تمثل الأسوار؟
الرمز لشنو الأسوار؟ حماية. حماية. السور يمثل حماية. أوكي؟ في وقت أورشليم كانت عبارك مسبية والأسوار مفتوحة والكل قد تجي تنهب. أوكي؟ والأسوار مهدومة. الأول الصح يعني الصح الثاني أكل الآية دائما نقول إنه شجع الشعب فقال هلما فنبني أسوار أورشليم. الشعب قالوا جميعا لنقم ونبني، فالكل انفعلوا وقالوا لنبني. جود بالحماوة الكل تصرخ يلا بنا يعني لنبني. ف الآية 20 آية كلش حلوة بالصحة الثانية يقول فأجبتهم وقلت لهم إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. ثقتهم إنه إله السلام إله السماء يعطينا النجاح ونقوم ونبني. It's a confirmation. It is from the Lord. We are taking this step. والرب هينجحنا. This is good. This is part of faith. Good. By faith وقنمشي بالإيمان. أنا المثقل بينه الإصحاح الرابع بصراحة. رح نقرأ الإصحاح الرابع كله ورح نقف على couple stations. يقول الإصحاح الرابع ولما سمع سنبلط أننا آخذون في بناء السور غضب واغتاظ كثيرا وهزأ باليهود وتكلم أمام أخوته وجيوش سامرا وقال ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يكملون في يوم؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ وكان طوبية العمواني بجانبه فقال إنما يبنوه إذا صعد الثعلب فيه فإنه يهدم حجارة حائطهم. اسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقارا ورد تعييرهم على رؤوسهم واجعلهم نهبا في أرض السبي ولا تستر ذنوبهم ولا تمح خطاياهم من أمامك لأنهم أغضبوك أمام البانين. فبنينا السور واتصل كل السور إلى نصفه وكان الشعب قلب في العمل. This is the first part. الكلمة متجهة أعتقد للجميع. Please يعني أكو فشيء أساسي من نجي ونسمع كلمة الرب. الكلمة هي مو لشخص يسمع بقدر ما أنه كل واحد أكو له رسالة. إذا جاي وتحس أنه ما إلك رسالة أكو problem. إذا ما تجي وتتواضع تقول يا رب كلمني حتى أسمع شو تريد توصل لي حتى يكون عندي إحساس إنه أنت تكلمت أكو مشكلة، لأنه اللي يجي بهالمسافة والطريق أكو شوق في القلب. إذا أكو هالشوق في القلب فمعناته إنه الرب رح ينطيك كلمة يكلمك لإلك. هل كم آية قريناها شدد بلشوا قيبنون جماعة مستهزئين. أكو شخصين يمثلون الأعداء في سفر نحمية سنبلط وطوبية مو من شعب الرب. نقرم أنه هذا الشعب ما يريدوا يبني، يبقون في عدم رؤية وعدم إيمان. شي يصير عندهم حركة بإيمان نريد نفشلهم نحبطهم. أوكي؟ فالأول محاربة ثق. إذا أنت مؤمن أول محاربة تعرف شنو هي محارباتنا؟ الإحباط والاستهزاء من الناس اللي يشوفوك ويستهزئون فيك. استهزأوا وقالوا إنه إذا صعد ثعلب يعني وزن صغير إذا صعد على هالسور اللي قيبنونه راح يتفلش. يعني شنو هالشغل اللي قيشتغلون وتعبوا قيشوفون إنه راح يبنون وراح تنبني إذا صعد عليه أي مشكلة صغيرة تفلت. أول حرب تتحارب فيها هو التكسيف والشعور إنه يريد يحبطك. أوكي؟ يريد يشوف إنه اللي قد سوينه ما يستاهل. ما يستاهل. راح تتعب وتبني أسوار بس يجي علينا فت مشكلة صغيرة وإيمانك يخر يفرط. أول شيء كان عند الإحباط. استعملوا انه الموكينج انه استهزاء يستهزئون فيه. شوف الصلاة المؤمن صلاة نحمية يقول